أصدقائي المتداولين والمتداولات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة العلم في الكتاب. مرحبا بكم في التحليل الأسبوعي لجميع فرص هذا الأسبوع فيما يخص سوق الفوركس، كذلك سوق المواد الأولية، المؤشرات والكريبتو كارنسي. إذن لنبدأ على بركة الله. دولار إندكس بالنسبة للدولار إندكس، يعني إذا ذهبنا إلى فريم اليومي سنرى أنه هنا لدينا دايفرجنس، وكذلك هنا أصدقائي الموجة الأساسية هي هذه الموجة، لاحظوا معي، هي الموجة صاعدة، هذه الموجة الأساسية بها 1 2 3. يعني إذا كان هذا expanding flat ف يعني دولار اندكس سيصعد قليلا ليكسر هذه المنطقة، وإذا كانت هذه الموجة مكتملة بها 1 2 3 4 5 فهنا لدينا موجة دافعة، ولدينا هذه الموجة كذلك التي هي دافعة كذلك، ليست بتصحيحية 100%. بالتالي هنا يعني سنذهب إلى الفريم الساعة، لأن جميع الصفقات التي قد نأخذها سنأخذها على المدى القصير حتى تتضح الصورة بالنسبة للدولار اندكس، لأن الدولار اندكس ليست الصورة متضحة 100%، خصوصا هنا لدينا باترن قد يكون يعني رانين فلات في هذه المنطقة، تلاحظون وتم كسره، ويعني عادة رانين فلات عندما يتم كسره، هنا عندما يتم كسره يصعد السعر بطريقة قوية، نلاحظ أنه لم يصعد ونزل ثم بدأ يصحح، لنرى هل يريد أن يعطينا باترن آخر وسط أو في تلك المنطقة. يعني نلاحظ هنا على فريم الأربع ساعات، يعني ربما هنا يبحث أن يعطينا رانين فلات هنا في هذه المنطقة بهذا الشكل، هذه هي الموجة الدافعة، وبعد ذلك البحث عن الشراء. بالتالي بالنسبة لي دولار اندكس فهو لحد الساعة للبيع، خصوصا اذا يعني ان الماكد دي فهناك دايفرجنس. نذهب الى فريم الساعة، لنرى هل لدينا اي بنية للبيع بالنسبة للدولار اندكس. نعم، بالتالي هنا لدينا تصحيح، تلاحظون، فربما هناك هذه الموجة، يعني بعد اكتمال التصحيح هنا يعني لكسر هذه المنطقة، بالتالي لنأخذ مثل هذه الموجة ويصبح هذا كله رانين فلات. اوكي، اذا بالنسبة للدولار اندكس فهو للبيع، خصوصا انني ارى تصحيح في هذه المنطقة، قد يصعد ربما شيئا ما، قد يصعد من هذه المنطقة شيئا ما ليكمل هذا التصحيح، بالتالي يكون لدينا تصحيح أكبر وهذا أحسن ونقوم بالبيع، بالتالي الدولار إندكس سنبحث عن البيع. يورو دولار، إذا أصدقائي بالنسبة ليورو دولار فهو للشراء، تلاحظون لدينا هنا باترن، يعني كانت لدينا دايفرجنس في فريم الساعة، قمنا بالدخول في هذه الصفقة الأسبوع الماضي يعني في هذه المنطقة هنا، يعني الآن إذا تم الكسر ندخل في الصفقة هنا، والهدف يعني سيكون يعني دبل فريم اليومي لنرى، يعني في الفريم اليومي ربما لدينا هذه الموجة، تلاحظون هنا فلدينا موجة، هذا كله موجة دافعة، فربما يكون هناك تصحيح يعطينا رانين فلات أكبر في هذه المنطقة، تلاحظون، بالتالي الأورو دولار فهو للشراء، وأظن أنه لدينا بنية للشراء في فريم الساعة، يعني إذا تم كسر هذا الفلاج استطيع الشراء، تلاحظون؟ إذا الأورو دولار فهو للشراء، يعني هذا الأسبوع أظن أنه للشراء.
اورو باوند. إذا بالنسبة لليورو باوند لاحظوا معي، فنحن في يعني في تصحيح، لدينا موجة دافعة تصحيح، بعد ذلك موجة دافعة لتصحيح أكبر شيئا ما، يعني ننتظر انتهاء التصحيح ثم نقوم بالبيع. الهدف ربما سيكون لدى بالفريم اليومي، يعني سيكون هذه المنطقة على الأقل، يعني ربما كسر هذه المنطقة. حتى تكتمل الموجة السي، موجة السي لهذا الفلاج يعني الكبير. يعني لدينا هنا ربما يكون هذا رانين فلات أو اكسباندين، يعني أول منطقة لأخذ الأرباح هي هناك ثم هنا. يعني لدينا منطقتين، إما أن يكون رانين فلات أو اكسباندين فلات، أوكي؟ يعني إما أن يكون عفوا، نعم رانين فلات أو اكسباندين فلات، يعني نريد مثل هذه الموجة هنا أصدقائي، أوكي؟ إذا هذا بالنسبة لليورو باوند فهو للبيع. يورو جي بي واي بالنسبة ليورو جي بي واي كما تلاحظون يعني موجة دافعة أساسية، لدينا هنا هذا التصحيح فهو قوي، كذلك هذا التصحيح فهو قوي، بالتالي يا إما سينزل يعني اليورو جي بي واي لهذه المنطقة ثم يعطينا رانين فلات، يعطينا رانين فلات في هذه المنطقة قبل النزول مرة أخيرة وبعد ذلك الصعود، أو يصعد من هذه المنطقة ليعطيني هذه الموجة هنا ثم ينزل. بالتالي هنا بالنسبة لي أنا اليوروين سأبحث عن يعني عن فرص قصيرة المدى، هذا بلا في 4 ساعات لأرى ما الذي يقع في 4 ساعات، لأنه البنية الكبيرة ليست لدي فكرة يعني جيدة عنها. يعني هنا يعني موجة دافعة هنا هي هاته، وننتظر ليكتمل. هل لدينا دايفرجنس؟ لدينا دايفرجنس، يعني بالنسبة لليوروين دي هذا الباترن، ربما نستطيع الشراء إلى هذه المنطقة، يعني إلى هذه المنطقة لنرى يعني فريم الساعة، يعني فقط للمدى القصير، لأنه ليست البنية ليست ببنية واضحة، بالتالي سنأخذ فقط يعني الصفقات التي نحن متأكدين منها. بالتالي هنا لنرى لدينا أي ريجولر فلات هنا أو أي شيء من القبيل، سننتظر كسر هذا التريند لاين، كسر هذا التريند لاين تصحيح، بعد ذلك ندخل في الصفقة الشراء، يعني الأوروين للشراء على المدى القصير، ربما على المدى الطويل بيع، ربما على المدى الطويل بيع لكسر المنطقة. بالتالي بالنسبة لي أنا سأبتعد عن الأوروين، لدي اليورو باوند للبيع وهو واضح، اليورو تشيف، يورو تشيف ده بالفريم اليومي، تلاحظون هنا أصدقائي، يعني بالنسبة لي اليورو تشيف فكان للبيع، كنا قد بعناه في تريدين روم من هذا أظن أنه من هذه المنطقة خرجنا تقريبا هنا، بعد ذلك قمنا بالبيع مرة أخرى. المهم الآن نحن في منطقة، أريد فقط أن أرى هل وصلنا إلى 127 فيبوناتشي إكستنشن لهذه الموجة الدافعة،
نعم وصلنا، وقد يكون الهدف هو الهدف المقبل 161.8 إذا كان هناك تصحيح. بالتالي إذا كان لدينا تصحيح هنا قد نقوم بالبيع، لأن هذه الموجة كبيرة. أوكي، نذهب إلى فريم الساعة لنرى لدينا تصحيح. نعم لدينا، ولكن يعني هذا التصحيح أحد معي أصدقائي فهو لم يكتمل. أظن أنه يعني أن يكون هذا كونتراكت فلات، ربما يعني كنت أفضل لو جاء اليورو تشيف وكسرنا هذه المنطقة. الآن لم يكسر، بالتالي إذا كان كونتراكت فلات سنقوم بالبيع. وهنا لدينا يعني لدينا سيت اب للبيع ربما إلى هذه المنطقة أول شيء، لأنه قد يرجع السعر، لأنه لم يتم الكسر قد يرجع السعر. أو والهدف الثاني سيكون تلك ال 161.8% يعني هنا. بالتالي اليورو تشيف كذلك للبيع، سنراقبه، فربما هذه قد تكون صفقة جيدة، يعني قد تكون صفقة جيدة. أوكي، إذا اليورو تشيف للبيع. يورو ان زد دي، يعني سأقوم أولا يعني بتحليل أزواج اليورو، بعد ذلك نحلل الأزواج الأخرى. هنا يعني فريم الساعة، فريم اليومي عفوا، لاحظوا معي سامسح. هنا أصدقائي لدي موجودة فيها، وهنا تصحيح تلاحظون، إذا هذا تصحيح، بالتالي أي فرصة بيع سنقوم بالبيع. نقوم برسم تريند لاينات بالطريقة. هنا هل لدينا دايفرجنس؟ نعم ابتدأت لدينا دايفرجنس. أريد أن أرى هذه المنطقة في 4 ساعات. إذا هنا أصدقائي لاحظوا معي، لدي موجة دافعة ولدي هذا التصحيح تلاحظون، ولكنه قوي وصعد تقريبا إلى المنطقة. فهنا إذا قمنا بالبيع ففقط إلى هذه المنطقة، لأنه قد يكون هذا ريجولار فلات ليصعد لموجة أخيرة قبل النزول، لأنه هنا لدينا ربما هذا يكون كذلك رانين فلات، و يساعد يعني يعيد اختباره لمرة أخيرة قبل النزول. بالتالي يجب الحذر إذا قمنا ببيع اليورو نيوزيلاند. إذن هنا لنذهب لنرى هل لدينا فرصة بيع بالنسبة لليورو نيوزيلاند حاليا. وحتى إذا بعنا فسيكون يعني سيكون منطقة تحريك ستوب إلى بريك إيفن، هي الخط الأزرق. عندما يتم كسر الخط الأزرق لأن هناك ستكتمل السويب، لذلك كان الفلاج الأخير. إذا اللي نراه هنا الآن ليست لدينا فرصة بيع، يعني الفرصة التي كانت لدينا هي في هذه المنطقة بعد كسر هذا الرانين فلات، لاحظون هنا رانين فلات بعد كسره، وعندما يعني وهنا كان يجب تحويل ستوب إلى بريك إيفن، وقد وهنا يتم الخروج من الصفقة بريك إيفن، يعني لا رابح ولا خسيرة. بالتالي الآن علينا الانتظار، لأنه هنا هذا بول باك، يعني على فريم 15 دقيقة. بالعكس هنا لدينا فلاج هنا، فربما قد يصعد السعر من هذه المنطقة. بالتالي بالنسبة للأورو نيوزيلاند يعني إذا أردت الشراء على المدى القصير، ولكن المرجو الابتعاد عن هذا الزوج حتى تتضح الرؤية، ليست متضحة كثيرا. هنا إن قام بالتصحيح بهذه الطريقة، هنا نعم قد نبحث عن البيع، وهنا سنبحث عن البيع. وعندما يصل السعر، إذا قمنا بالبيع ووصل السعر لهذه المنطقة، نحاول ستوب إلى بريك إيفن، ونرى إلى أين قد يصل، إلى أين سيصل اليورو نيوزيلاند. أوكي، يوروز
نعم بالنسبة لليوروز ديلي تايم فريم، يعني بالنسبة لليوروز نبحث عن البيع، نبحث عن البيع. لاحظوا معي أصدقائي، يعني هناك صفقة كبيرة جدا. أول هدف سيكون هذا الباترن، لأنه ربما نعم ولكن تم كسره. لا يعني هذا كان رانينج فلاتس، تلاحظون أصدقائي تم كسره، بعد ذلك يعني يعطينا هذا ريجولر، نعم ريجولر ثم صعد. يعني هنا أصدقائي يعني سنبحث عن بيع عندما يتم الكسر هذه المنطقة، بالتالي توزيع هذه الأشياء. يعني هنا سأذهب إلى فيلم 4 ساعات لأرى هل هناك أي بنية للبيع. هذه يعني لحد الساعة ليست هناك أي بنية، لدينا موجة دافعة بها 1 2 3 ثم هذا تصحيح. فكنا نبحث عن أي صفقة هنا، هل أي تصحيح هنا للبيع إلى هذا الترند لاين، وبعد ذلك النزول. بالتالي فريم الساعة لحد الساعة ليس لدي أي شيء. يعني إذا بدأ التصحيح اليوروز، إذا بدأ يصحح هنا ندخل في صفقة للبيع. أوكي، يعني أريد تصحيحا كبيرا لأن الموجة هاتي كبيرة شيئا ما، تقريبا كم من بيبس نزلت 159 بيبس، بالتالي ننتظر التصحيح. التصحيح ثم نقوم بالدخول في الصفقة. إذا اليوروز للبيع، نذهب الآن إلى اليو اس دي، يو اس دي تي بي واي. ديلي تايم فريم. إذا أصدقائي بالنسبة لليو اس دي جي بي واي، سأمسح، لدينا موجة دافعة، لدينا 1 2 3 ثم بعد ذلك لدينا هذه الموجة. إذا كانت هذه الموجة هي تصحيح لهذه الموجة، فبعدها جاءت موجة دافعة كسرت لنا هذه المنطقة. ولكن لاحظوا معي، لدينا هذه الموجة، هذه الموجة ليست لدينا في هذه المنطقة، بالتالي ربما قد ننتظر أن يصعد السعر ليعطيني هذه الموجة التي هي ستكون راني فلات، وبعد ذلك ينزل ليكمل هذه الموجة 1 2 3، بعد ذلك سيكتمل هذا التصحيح، ثم بعد ذلك نبحث عن الشراء. أوكي، إذا بالنسبة لي دي جي بي واي قد نبحث عن الشراء. نبحث عن الشراء إذا كان لدينا أي فلاج. بالتالي الهدف سيكون تقريبا مثل هذه الموجة هنا، وكذلك هنا شيء آخر، هناك احتمال آخر الذي قد يكون أن يكون هذا كونتراكت فلات. لاحظوا معي أصدقائي، أن يكون هذا كونتراكت فلات وتم كسر، تم كسر هذه البنية، بالتالي أظن أنها اكتملت، تم كسر هذه المنطقة، تلاحظون تم كسرها بقليل. نزيل هذا الخط فقط ليتضح الأمر، يعني هنا تم الكسر، تلاحظون أصدقائي تم الكسر، بالتالي قد تكون هذه هي الموجة سي لهذا التصحيح. لدينا الموجة A، موجة B contracting flat، والموجة السي بها 1 2 3. أوكي، وبالتالي هنا كذلك قد يصعد السعر يعني كومبليتلي من هذه المنطقة. إذا التحليلان أو الاحتمالان يقولان بأن الـ USDJPY للشراء، ولكن عندما يعني يعطيني يعني تلك الفلاج التي أبحث عنها. إذا لنرى، هل لدينا ريجولار فلات هنا؟ اوكي، الموجة الدافعة، لدي موجة دافعة، لاحظوا معي لدي هنا رانين فلات، من واحد موجة دافعة رانين فلات 3. اذا هنا كنا نتوقع ان يكون تصحيح كبير، وبالتالي هو التصحيح الكبير، بالتالي ما الذي انتظره؟ هل هذا رانين فلات؟ شكله غريب شيئا ما، بالتالي ندخل من هذه المنطقة لم يتم الكسر، ندخل شراء ربما. إذا
يعني هنا لدي regular flats، لاحظ معي هو فقط انتظر الconfirmation، يعني أريد التأكيد على هذه الصفقة. بين 15 دقيقة أريد أن أرى بنية هذه الموجة. يعني قد يكون هذا رانيوم فلاتس، ربما، وهذه هي أول موجة دافعة، بالتالي ده كسر ربما هنا في هذه المنطقة. أنتظر أن يتم الصعود، ربما تصحيح صغير على فريم 15 دقيقة وندخل في الشراء. أوكي، إذا يو اس دي جي بي واي للشراء، لأنه أو قد يكون هذا، لماذا أريد تصحيحا هنا؟ لأنه قد يكون هذا يعني تصحيح لينزل اليو اس دي جي بي واي لمرة أخيرة قبل الصعود، ربما، بالتالي يجب الحذر. ولكن في يعني على الـ على الـ على المدى يعني الطويل اليو اس دي جي بي واي فهو للشراء. أوكي، يعني أنا أعطيكم فقط جميع الاحتمالات، ولكن أنا أعطيكم كذلك نظرتي أو توقعي إلى أين سيذهب هذا السعر أو هذا الزوج. USDCHF كذلك فهو لي، أظن أنه للشراء. أريد أن أرى فقط هل لدي أي باترن هنا. إذا أصدقائي هنا، عفوا، إذا كان هذا رانيوم فلاتس، فربما أحسن منطقة للدخول في هذا اليو اس دي سي اتش اف هو هنا. ستوب لوس يكون في هذه المنطقة، هدف الأول، هدف ثاني، يعني الهدف الأول عندما يتم كسر رأس رانيوم فلات الكبير، والهدف الثاني عندما يتم كسر البنية الأكبر في الديلي تايم فريم، لأنه هنا قد تكتمل السي ويف، هنا عفوا هنا ستكتمل السي ويف لهذا اي بي سي، وهنا ستكتمل السي ويف لهذا الباترن اي بي سي، لأنه نحن في تصحيح كبير في اليو اس دي سي اتش اف. إذا بالنسبة لي اليو اس دي سي اتش اف للشراء، وقد أعطيتكم يعني المكان الذي قد أشتري منه. يعني إذا عدنا للفريم الساعة سنرى أنه هنا ربما ليس لدي، كان لدي باترن هنا لمن أراد الشراء، ربما كان هناك هذا الباترن، تدخل في الشراء هنا وخرج الآن خروج بريك إيفن والانتظار لرؤية ما الذي قد يحدث. فهنا أريد أن أرى تصحيحا أكبر، قد يكون تصحيحا أكبر قبل الدخول في الصفقة ربما من هنا، بالتالي. ولكن أفضل منطقة هي كسر رانيوم فلات، أفضل منطقة يعني آمنة. أوكي، هذا بالنسبة لليو اس دي سي اتش اف. بقي لدينا اليو اس دي كاد، هذا اليو اس دي كاد، هذا بالفريم اليومي. إذا بالنسبة لليو اس دي كاد، يعني اليو اس دي كاد المرجو الابتعاد عنها، يعني حتى لو قمنا بالشراء فسيأتي السعر فقط إلى هنا، وهنا قد يكون لدينا هذا الباترن للنزول، بالتالي الآن لن نقوم بالدخول في أي صفقة يو اس دي كاد، سننتظر حتى يعطينا أي شيء يعني للتأكد من هذه الصفقة. بالتالي يو اس دي كاد أنا لن أقوم بتداول هذا الأسبوع، سأنتظر. ولكن من أراد الشراء قد يستطيع الشراء، فهنا لدينا صفقة شراء، ولكن فسيكون تصحيحيا، بالتالي لأن نحن في الموجب بي، بالتالي يجب الحذر.
يجيب الحذر. اوزي يو اس دي اذا بالنسبه للاوزي يو اس دي فريم اليومي، يعني بالنسبة للفريم اليومي تلاحظون أنه نحن في اتجاه هابط، اتجاه هابط، لدينا مندفعة كبيرة، لدينا تصحيح ونزل السعر، تم كسر، بعد ذلك لاحظنا وجود يعني موجة قوية هنا، ربما ننتظر مثل هذه الموجة هنا ليكون هناك راني فلات على الأكثر على أقل تقدير قبل النزول. بالتالي بالنسبة لي سأبحث عن صفقات شراء، سأبحث عن صفقات شراء. بالتالي هنا لاحظوا معي لدي موجة دافعة، لدي موجة دافعة، إذا كان لدي تصحيح هنا سأقوم بالشراء لأخذ مثل هذه الموجة في هذه المنطقة. إذا بالنسبة لي للأوزي يو اس دي للشراء فقط أنتظر الفرصة. أوزي نيوزيلاند بالنسبة لي للأوزي نيوزيلاند كنا قد دخلنا في صفقة شراء، يعني تقريبا في هذه المنطقة كنا دخلنا في صفقة شراء من هذه المنطقة وخرجنا تقريبا ب 197 بيبس لأنه صعد السعر وكنت أتوقع أن يكون هناك تصحيح، بالتالي خرجنا قمنا بتحويل ستوب لوس إلى هذه المنطقة وخرجنا منها. بالتالي الآن فهو يصحح هذه الموجة. بالتالي عندما يكتمل التصحيح سنبحث عن شراء الأوزي نيوزيلاند، لأنه هنا لاحظوا معي لدي هذا الاكسباندين فلات او اكسباندين، نعم اكسباندين فلات، وسيكون الهدف على الاقل هو هذه المنطقه. تلاحظون هذا الريجولر فلات، تلاحظون هذا الريجولر فلات، هذه هي الموجه الدافعه ونريد ان نذهب الى السعر لهذه المنطقه على الاقل، وبعد ذلك لكسر هذه المنطقه ليكتمل هذا التصحيح الذي هو تصحيح لهذه الموجه الدافعه. بالتالي الاوزي نيوزيلاند فهو للشراء بالمسح بوضع تريند لاين في هذه المنطقة، تلاحظون كذلك حين سيتم كسر البنية في هذه المنطقة نقوم كذلك برسم تريند لاين لذلك الاكسباندين فلات الأول ونذهب إلى فريم الساعة لنرى هذا التصحيح كيف هو الآن. إذا الآن هذا هو التصحيح، تلاحظون أظن أنه لا زال هناك وقت كبير سيصحح فيه، تلاحظون فإن الموجة الدافعة كبيرة في الماء، بالتالي قد نقوم يعني بالسكالبين لهذا التريد لهذا الأوزي نيوزيلاند. مثلا نقوم بدخول في صفقة شراء إلى هذا التريند لاين ثم نقوم بالبيع لأنه هذه الموجة قوية، بالتالي سيكون هناك موجة أخرى ليكون هناك رانين فلات في هذه المنطقة ثم ينزل، بعد ذلك نبحث عن الشراء. أوكي، بالتالي الأوزي نيوزيلاند سيكون في تصحيح هذا الأسبوع. حتى إذا قمنا بدخول في صفقات ستكون صفقات صغيرة سكالبين أو انتراداي تريدين. فريم 15 دقيقة هنا تلاحظون لدينا موجة دافعة، لدينا تصحيح، بالتالي هنا أصدقائي يعني في الفريم يعني من هو الأخوة الذين يحبون سكالبين أو انتراداي تريدين ننتظر يعني موجة دافعة يتم كسر هذه المنطقة أولا لإلغاء هذا التصحيح الذي قد ينزل بالسعر. بالتالي أريد أن أرى موجة دافعة تصحيح وندخل إلى هذه المنطقة ثم نخرج من الصفقة. أوكي، إذا بالنسبة لأوزي نيوزيلاند على المدى القصير جدا سكالبين أو الانتراداي تريدين شراء، ولكن بعد أن يعطينا أن يقوم بكسر هذه المنطقة ويصحح لإلغاء ذلك التصحيح ريجولار فلات. أوكي، أوزي نيوزيلاند أوزي كاد ديلي تايم فريم كذلك نبحث عن شراء، ولكن
أريد تصحيحا قبل أن أدخل في الشراء، بالتالي سننتظر. أريد تصحيحا لنرى هل لدينا تصحيح. نعم، هنا ليس لدينا أي تصحيح، نريد أن نحصل على تصحيح قبل الدخول، يعني من هنا إلى يوم الغد إن شاء الله أو بعد غد نرجع إلى الأوزيكات. أوزي تشيف فريم ديلي، يعني هنا تلاحظون ربما الأوزي تشيف هو الوحيد الذي قد تكون لديه في بنية بيع. تلاحظون لديه موجة دافعة واحد ثم عفوا سامسح، لديه موجة دافعة تصحيح البيع، ثم هنا تصحيح كبير. هل هذا كونتراكت؟ و لوزي تشيف سينزل من هذه المنطقة ليكسر هذه المنطقة بعد ذلك يصعد. ربما كنت أتمنى أن يصعد ليعطيني هذا يكسر لي هذه المنطقة قبل النزول. بالتالي هنا ما أرى أريد تصحيحا في هذه المنطقة ريجولر قبل الدخول. وزيت تشيف هو يعني للبيع، فقط أريد أن يكتمل هذا التصحيح، لأن هذا التصحيح ليس مكتملا. تلاحظون، فأنا أريد تصحيحا هنا حتى وإن نزل لهذه المنطقة قد يعطيني رانين فلات. هنا سنبحث عن موجة دافعة تصحيح ثم ندخل. أوكي، يعني تكون لدينا تقريبا واحد 100 نقطة للربح من هذا الأوزي تشي. إن زد دي يو اس دي بالنسبة للإن زد دي يو اس دي أصدقائي فهو للشراء. أريد فقط أن يكون لدي تصحيح هنا قبل الدخول في الشراء، على الأقل لاستكمال هذا الرنين فلات، على الأقل لاستكمال هذا الرنين فلات. عندما أدخل في الشراء يعني عندما يعطيني يعني بعض الربح سأحوله إلى بريك إيفن حتى أرى هل سيكون هذا رانين فلات أو سيتم إلغاؤه ويصعد لإن زد دي يو اس دي. إذا سوف أقوم بالشراء مع الحذر بالنسبة لإن زد دي يو اس دي بعد اكتمال التصحيح. يجب انتظار هذا التصحيح. إن زد دي كات بريم اليومي أصدقائي. تلاحظون هنا بالنسبة لإن زد تي كاد كنا نتوقع هذه البنية وقمنا بالبيع في هذه المنطقة، وعندما تم كسر خرجنا من الصفقة. الآن لدينا هذا رانين فلات، هل سينزل السعر مرة أخيرة قبل الصعود؟ ربما. إذا هنا الإن زد تي كاد فإذا ذهبنا إلى فيلم 4 ساعات ليتضح لنا الأمر أكثر. لاحظوا لدينا موجة دافعة، بالتالي تلاحظون منطقة الدخول. إذا هنا سأزيل هذه فقط لأن كنا قد دخلنا من هذه المنطقة. هنا يعني أريد أن أرى تصحيحا في هذه المنطقة إذا أردت الدخول شراء. بالتالي الانزيديكات فهو كذلك شراء عندما يعطيني تصحيح. هل من هنا ليوم غد أو بعد غد؟ قد نرى ذلك التصحيح هنا، ربما فرصة بيع، ولكن ستكون التصحيح فقط للسكالبين، يعني فقط للسكالبين. 5 دقائق نرى من هوات الإخوة هوات السكالبين. فهذا لي يعني من أراد البيع ان زد دي كات، قلنا الشراء بعد اكتمال التصحيح. ان زد دي سي اتش اف، يعني هنا ننتظر، ليس لدينا اي شيء، ننتظر اذا كان هناك تصحيح البيع لن ننتظر. قمنا ب يعني برؤية اليورو، ازواج اليورو، ازواج الدولار، ازواج الاوزي، أجواز يعني أزواج الـ NZD. ماذا بقى؟ نعم أزواج الكاد، كاديان.
الكادين، الكادين ننتظر فرصة شراء. إذن سأزيل الأشياء اللي نرى كيف سنقوم بإزالتها. أوب. طيب هنا لاحظوا أصدقائي، يعني لدي موجة دافعة ولدي تصحيح في المنطقة، تلاحظون في فريم اليوم هذا التصحيح فهو كبير، بالتالي هنا في هذه المنطقة لدي موجة دافعة ولدي هذا التصحيح، فربما إن كانت لدي في هذه المنطقة في فريم الساعة موجة دافعة تصحيح نقوم بالدخول في الشراء على الأقل إلى كسر هذه المنطقة التي هنا ستكتمل السي ويف، أو حتى 127 فيبوناتشي اكستنشن لهذه الموجة الدافعة، تلاحظون هنا. بالتالي لنذهب إلى فريم الساعة لنرى ما الذي يقع، وكذلك يجب الحذر لأنه قد ينزل السعر لهذه المنطقة لمرة أخيرة قبل الصعود. فريم الساعة إذا أصدقائي هنا تلاحظون، يعني هنا ليست لدي، يعني كانت لدي هذه الموجة تلاحظون هنا، ثم إذا قمت بالشراء بعد ذلك فحول ستوب لوس إلى بريك إيفن، خرجت من الصفقة بريك إيفن. الآن الانتظار لنرى ما الذي يحدث هنا، ربما هذا سيبدأ في التصحيح النزول، بالتالي سننتظر لنرى. هنا لست متيقنا ما الذي يريد ان يفعل الكاديان، ولكن يعني على فريم لا نرى في 4 ساعات ليس لدي اي شيء الان، ربما اريد ان انتظر اذا كان هناك تصحيح هنا قد نقوم بالدخول على فريم 4 ساعات، بالتالي يجب الانتظار قليلا، يجب الانتظار قليلا بالنسبة للكاديان. أوكي، ولكن صفقة شراء نريد الشراء كاتشيف، بالنسبة للكاتشيف إذا ذهبنا إلى فريم 4 ساعات أو الفريم اليومي تلاحظون فلدينا ريجولار فلات كبير، هنا لدي هاته الموجة 1 2 3، كنا قد دخلنا من هذه المنطقة وخرجنا بريك ايفن. الآن ربما هذا يعني يا اما اكسباندين او رانين فلات لهاته الموجة، كل هاته الموجة، وبعد ذلك نقوم بالشراء. بالتالي أريد أن أرى ما الذي يقع في هذا التصحيح على فريم الساعة. نحن الآن في تصحيح يعني رانين أو اكسباندين، يعني هنا تلاحظون يعني سننتظر لنرى، أريد مثل هذه الموجة هنا تقريبا، يعني سننتظر ليصل الكاتشف في هذه المنطقة، وبعد ذلك أريد موجة دافعة تصحيح واضح قبل الدخول في صفقة شراء الكاتشيف. أوكي، إذا الكات جي بي واي الكاتشيف فهما سنبحث عن فرص للشراء. جولد، الجولد كنا قد دخلنا في صفقة شراء الأسبوع الماضي، والآن يعني عفوا كنا قد دخلنا اولا في لاحظوا اهميه تحليل الموجي اصدقائي، يعني بالنسبه للجولد انا ابحث عن بيع على المدى الطويل. اوكي، وكانت قد اتيحت لي فرصه في هذا المكان بعت، وعندما تم الكسر ولاحظت انا ولدي موجه دافعه بهذه الطريقه، عندما ابتدا يصحح وضعت ستوب لوس في هذه المنطقه وخرجت بريك، خرجت من الصفقه تقريبا بربح 164 170 بيبس. اوكي، وبعد ذلك مباشرة بعد الخروج بالصفقة دخلت في صفقة شراء كما تلاحظون، فهذه منطقة الشراء، و
الآن فهذه الصفقة ربحت قريبا يعني 148 نقطة، كانت ربحة أكثر، وكنا قد اقتربنا من الهدف الذي كان هو تقريبا يعني كانت كان كنا كان اقترب كنا كان اقترب كنا قد اقتربنا من الهدف. الآن هنا أريد أن أرى هذا التصحيح، يعني إذا نزل الجول إلى هذه المنطقة وبعد ذلك صعد ثم نزل، هنا سيكتمل هذا التصحيح، وهنا سنبحث عن الشراء من هذه المنطقة ليتم كسر هذه المنطقة. ولكن عندما يصل السعر إلى هنا، يعني قد يكون هذا رانين فلات، قد يكون هذا رانين فلات للنزول، بالتالي يجب الحذر عندما أدخل في الصفقة. عندما يصل السعر لهذا المستوى أحول ستوب لوس إلى بريك إيفن وأنتظر، إذا صعد جيد، إذا أخرجني أدخل في صفقة بيع بعد أن أحصل على تصحيح بهذه الطريقة إلى الأسفل. ولكن أصدقائي، بالنسبة للجولد على المدى الطويل فهو للبيع، بالتالي ربما أحسن شيء تقوم به صديقي هو انتظر أن يأتي الجولد إلى هذه المنطقة، يعطيك موجة دافعة تصحيح، وهنا تدخل سوينج تريدين للجولد. يو اس اويل ديلي تايم فريم، إذا أصدقائي بالنسبة لليو اس اويل في الديلي تايم فريم، لاحظوا معي يعني هنا يعني لدي هذا الباترن، قد يكون كونتراكتين، فأتوقع صعود الجولد ليكسر هذه المنطقة وليعطيني هذا التصحيح A B C قبل النزول. هذا هو التوقع ديالي لل US Oil. بالتالي سأبحث عن صفقات للشراء عفوا، كان هذا هو باترن الذي لدي، نحن في تصحيح، بالتالي هنا مع الأسف لم يتم كسر هذه المنطقة، تلاحظون يعني قد يكون كونتراكتين فلات. لنرى، أذهب إلى فريم الساعة، أريد موجة دافعة وتصحيح، هنا لدي موجة دافعة ولكن ليس لدي تصحيح، بالتالي أريد أن يأتي إلى هذه المنطقة ثم ينزل قبل الدخول في صفقة شراء من الكسر، تلاحظون. أو ربما هناك احتمال آخر، ما هو هذا الاحتمال؟ لاحظوا معي أصدقائي، أن يقوم بالصعود ثم بعد ذلك يعطيني هذا الباترن راني فلات، أنتظر موجة دافعة تصحيح ثم أدخل في الصفقة. إذا هاتي تو probabilities، الاحتمالان اللذان قد يحدثان في الجولد. كذلك بالنسبة له هو سكالبين، قد نقوم في الدخول بالبيع يعني الفريم، نرى 15 دقيقة كيف هي البنية. يعني هنا الفريم 15 دقيقة، قد نقوم بالبيع إلى أين؟ إلى هذه المنطقة. متى؟ يعني يتم الكسر، تصحيح الفريم 15، 5 دقائق دخول في البيع. ولكن عندما يصل السعر إلى هذه المنطقة يجب الحذر، تحويل ستوب لوس إلى بريك ليفل، لأنه قد يكون هذا الفلات رانين فلات او اكسباندين فلات للصعود، بالتالي هو سكالبين اخذ 6 7 8 10 بيبسات والخروج، او 10 نقاط والخروج. اوكي، اذا هذه منطقه خطيره يجب الحذر، او انتظار وجود دافعه تصحيح هنا والبيع الى هذه المنطقه فقط بالنسبه له هو سكالبين. راينا الجولد لويس اويل سيلفر، إذا أصدقائي السيلفر أظن أنه للشراء، كذلك كالجولد نفس البنية، على الأقل إلى هذا التريند لاين، على الأقل إلى هنا، بالتالي عندما يتم الكسر الدخول في الصفقة شراء، وأتمنى أن يزيد السعر هذه المنطقة ثم يصعد ويعطيني بي ويف أكثر وضوح، ينزل ثم أريد الدخول في الشراء. أما الآن فهذا التصحيح غير مكتمل، غير مكتمل بالنسبة لي هذا التصحيح، لأن هذه الموجة قوية، تلاحظون هذه الموجة لا يمكن أن تكون وحدها هي الموجة بي، قوية شيئا.
اوكي، اذا سيلفر للشراء. هذا لدينا كذلك بيتكوين. البيتكوين يعني كنت انتظر صفقة شراء، لم يتم تفعيلها مع الأسف، إذا سنقوم بإزالة. إذا صعد البيتكوين من هذه المنطقة وأعطاني تصحيح، أدخل في الصفقة. لكن إذا نزل السعر إلى هذه المنطقة، فأظن أنه سيعطيني رانين فلات لنزول أخير قبل البدء في الصعود. لماذا؟ لأن بنية البيتكوين فهي على المدى الطويل، فهي للشراء أصدقائي، تلاحظون؟ فهي للشراء. لدي هذه الموجة A B و C، فيها 1 2 3 و 1 2 3 4 ربما 5 قبل البدء في الصعود. بالتالي بيتكوين فهي للشراء، فقط انتظر تكتمل هذا ما الذي يحدث هنا هذه المنطقة. فإذا نزلت على فريم الساعة سيكون هناك رانين فلات. أوكي. لنرى داكس. اوكي، بالنسبة لي الداكس أظن أنه للشراء، ولكن ده بلا فريم 4 ساعات. يعني لدي رانين فلات على فريم، لدي يعني هنا اكسباندين، تلاحظون صعد وهنا بدأ يصحح. لنرى هل لدي أي شيء على فريم الساعة، ربما هذا ريجولار فلات. تلاحظون هنا موجة دافعة، ثم هذا البول باك، والذي يعني هنا إذا كان هذا رانين فلات، رانين فلات ربما إذا صعد السعر لهذه المنطقة وكسر قد يأتي ويكون رانين فلات هنا، وذلك نبحث عن الشراء. المهم بالنسبة لي الداكس فهو للشراء إذا بدأ يصحح هنا بهذه الطريقة. ندخل من الكسر، كل دي هذا الفلاج، ندخل من الكسر. أوكي، إذا الداكس فهو للشراء. إذا هنا حتى إذا كسر ونزل السعر لن أقوم بالبيع، لأنه بالنسبة لي البيع ليس بالجيد حاليا، ليس بالجيد حاليا، لأنه تلاحظون هذه موجة قوية، موجة دافعة قوية، والداكس دائما يقوم بمثل هذه البولباكات. تلاحظون هنا كونتراكت فلات. اوكي، دونك داكس لي شراء اس بي 500. كذلك بالنسبة لي الاس بي 500 هو للشراء، لأنه لدي هذا الباترن اللي هو رانين فلات كبير في الفريم اليومي، فقط أريد تصحيحا، أنتظر تصحيحا هنا، أريد تصحيح قبل الدخول في الشراء بالنسبة للاس بي اكس 500. كذلك ما الذي بقي لدينا لم نتطرق إليه؟ يعني إذا تطرقنا إلى جميع الأزواج، كوبر، ديلي تايم فريم، هنا الكوبر أكمل البنية، فربما قد نبحث عن فرص للشراء. فريم الساعة، هل لدينا أي فرصة للكوبر؟ أريد أن يكسرها للفلاج قبل البدء في الشراء، تلاحظون الكسر. كانت لدينا هنا هذا يعني حتى ولو دخلت في هذه المنطقة، أريد أن يكسر تصحيح قبل الدخول أصدقائي. إن أخذ مثل هذه الموجة هنا بالنسبة للكوبر، إذا الكوبر للشراء. نفتي كذلك، النفتي للشراء، أريد أن يصعد يصحح وندخل في الشراء. أوكي،
إذن هذه هي أصدقائي كل فرص هذا الأسبوع. يعني أتمنى أن يعجبكم التحليل لهذا الأسبوع. إذن أصدقائي هذا هو التحليل الأسبوعي لجميع فرص هذا الأسبوع. لا تنسوا أصدقائي أن تشتركوا في القناة، كذلك تقوموا بمشاركة هذه الفيديوهات ليستفيد الجميع، ولا تبخلوا علينا كذلك بآرائكم وبتعليقاتكم أسفل الفيديو. لا تنسوا أصدقائي أن العلم لا يعرف الكذب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.